في ناس هيسيبوك أصلا؟ آه؟ في ناس فوق؟ لا ما كويس أنت عايز تزور البيوت يا سي. اليوم بدأنا الحملة الوطنية لإدخال اللقاح المرحلة الأولى. لما نقول المرحلة الأولى بنعني بأنه إحنا مستهدفين فيها 3% من السكان، اللي هي تقريباً عندنا لقاح يكفي لعدد 1,450,000 نسمة. هم الكوادر الصحية العاملة في كل المراكز الصحية في السودان، بالإضافة للمستشفيات، مراكز العزل، فرق الاستجابة السريعة والمعامل، كل المؤسسات الصحية في السودان، بالإضافة لهم معهم الأكبر من 45 عام وعندهم أمراض مزمنة. حاجة ممتازة جدا في بداية يبدو بينا نحن كممرضين أو كإسطاف في الحقل ده، ولأنه المرض ده أكثر حاجة نحن محبين أكثر حاجة كممرضين أو كإسطاف في المجال الطبي، ودي حاجة ممتازة جدا يعني.